جينا للحظة اللي أنا مستنيها بقالي كتير جدا، لحظة يعني لحظة فارقة، لحظة مهمة جدا. خلي بالك وخدي بالك انت كمان. لقاء واضح ان هو لقاء، يعني لقاء مع حد عزيز عليا جدا 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 بجد، حد انا بموت فيه، حد كلنا يعني لازم هيبقى فيه اللحن من عنده، لمسك، رقصك، هبطك، عمل فيك حاجات كتير جدا. هو حد عنده احساس معدي الخطير، احساسه واصل زحل، حد بموت فيه جدا، الخطير 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 الخطير، الملحن وحبيب قلبي، مش ملحن بقى، المتكامل محمد يحيى. يا ستار قلبي ولع نار، ده انا عيني منك مستحيل استغنى عنك، نظرة ترضيني مستهون بالستات يا اخويا، دول مجاني، دول كربونا وحياة ابويا، دول مجاني، هانم ولا بمنديل بقويا، دول مجاني، خد بالك من صنف كبير عليا يا بوب والله. حياتي حبيبي وحشني والله. وانت كمان بقالنا كتير ما اهو، بس انت نورت الدنيا والله. والله انت النور كله. اخبارك يا بوب؟ الحمد لله حبيبي، الحمد لله زي الفل، كله تمام، في نعمه من عند ربنا. قبل ما اخش في الجد، انا اول ما دخلت قبل الشاشه دي كان في مارادونا. ايوه، انا وانت ما اظنش ان ممكن نختلف على مارادونا، بس الشاشه دي هتوصلني لحاجه انا هختلف معك فيها. ماشي. سيد معزة. سيد معزة. ميسي. ميسي. ما انت اكيد حاطط دي. تمام. عشان الارجنتين لسه واخده كاس عالم. لا والله دي على طول. ملاش دعوة. ملاش دعوة. بس انت كنت ارجنتيني. ارجنتيني جدا. انا توقعت الارجنتين قبل يعني انا من قبل كاس العالم، وكان عندي احساس ان الارجنتين تكسب، عشان بالنسبة لي اسطورة ميسي دي تكمل يعني. انا ما كنتش عايزه تكمل. انت شكلك ما بتحبش ميسي. ليه؟ انا من ابناء الدن والله. انا زيك، خد بالك بجد. بس انت انا كان نفسي الاثنين يلعبوا نهائي، يعني كان نفسي كريستيانو ورونالدو، كان هيبقى نهائي فظيع، نهائي سينمائي لكاس عالم. ما حصلش. ما حصلش. وميسي يعني بصراحه تحس ان في احتفاليه معموله عشان هو ياخد البطوله دي. دي حقيقه، دي حقيقه. بتتكلم على ميسي قدام فريق لعيب فيه جايب هاتريك وما خدش كاس عالم. ما خدش كاس عالم. يعني هو في كده في الدنيا؟ ما فيش. لا صح. يعني بس حلو حلو. بس مش شهر بصراحه كان متعه يعني. شهر انت كاس العالم جدا كان خطير، كان خطير. انت في الكوره بقى، تعالى تعالى جوه جوه. انت ايه اصلا في الكوره؟ بتشجع جوه ايه الفريق يعني؟ محلي ولا محلي. ما في مصر بتشجع مين؟ انا زملكاوي جدا.
بجد والله العظيم جدا. هي ايه حكايه المحافظه دي مع الزمالك؟ بص انا بحب الزمالك ومن وانا صغير يعني بص بتخنق يعني يوم ما الاهلي بيكسب الزمالك انا بتبقى يوم اسود بالنسبه لي بجد. مع ان انا وانا صغير كنت اهلاوي تخيل. في البدايه ايه اللي حصل لك؟ بدات لا بدات احس ان الزمالك بيلعبوا احسن من الاهلي. اوكي يعني بدات احس ان الزمالك كمزيكا بيلعبوا بالنسبه لي احسن من الاهلي طبعا. بس انت عارف ان ده بعد الحلقه دي الاهلاويه هيكرهوني. احساس خاطئ ايه يعني؟ خاطئ. هو الاحساس ده موجود بقاله سنتين بس يعني. لا 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 بس انت اهلاوي؟ انا بقى العكس. ايه انا اهلاوي. انا عيلتي كلها زملكاويه بس انا ابتديت خلاص انا ابتديت يعني اتاكد ان الصعيد بمحافظه سوهاج دي ما بتطلعش غير زملكاويه. كلهم زملكاويه. بس انت بره قلت لي ان انت كنت اهلاوي باين. انا اهلاوي. انت اهلاوي؟ انا اهلاوي. انا عيلتي كلها زملكاويه كلها بلا استثناء. بتحب مين في الاهلي في زمان؟ بتوع زمان بتوع زمان علاء ميهوب. الله عليك. طبعا يعني انا كنت بحب الكابتن علي. فاكر لعيب كان اسمه عبد الستار صبري؟ طبعا فاكر عبد الستار صبري اللي لعب مع كريستيانو رونالدو. فاكر عبد الستار صبري طبعا. لا هي النقطه فين بقى وانا قلت ده قبل كده مش فاكر قلته فين. انا اهلاوي جدا 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 بس حظي وحش بقالي كذا سنه ان لاعبي المفضل دايما بيبقى في الزمالك اللي هو يعني انا دايما يعني في الحته دي يعني شفاف تماما. يعني مثلا اللعيب المفضل لفتره طويله جدا عمر جابر في الزمالك. في الزمالك. اللعيب المفضل حاليا وانا وانت قاعدين بنتكلم زيزو في الزمالك. في الزمالك. بس انت عندي اكرم توفيق بعشقه في الزمالك بس مش لا اكرم بتاعنا احنا في الاهلي. بس زيزو مش يعني لا زيزو في حته ثانيه. بس هو مبدئيا انا خلاص يعني اهتماماتي بالكوره قلت شويه. ما بتفرجش بقى غير على الماتشات مثلا على صلاح ماتشات مهمه. اهتماماتك ما بقتش زي الاول يعني. اهتمامات كوره هنا كمان انت عارف يعني... ان انا كنت حارس مرمى لفتره طويله وكنت بقى في جون بجد. لا ما اعرفش اعرفك بقى ليه. وتدرجت في حراسه المرمى ورحت وقدمت في نادي الترسانه وقبلت وكانت قصه طويله. وايه اللي حصل؟ مفيش. حصل لي حادثه رجليا اتكسرت كسر مضاعف فسبت الكوره بقى وقعدت سنه مثلا في البيت. وكان يمكن السنه دي اللي هي مثلا دخلت فيها بقى في المزيكا ان انا اقعد اكتب الحان والفها وانا قاعد. ما انا متجبس بقى قاعد. انا قاعد بقى بشوفها بقى من الكوره. انا قلت لك معلومه جديده اهو. ايوه دي اول مره اعرفها. وده قضاء وقدر. يعني انت كنت حارس مرمى؟ كنت حارس. بص مش حارس مرمى عادي بقى بوب اللي هو يعني هديك ثلاث اسامي كنت تشبهني بحد فيهم. بيتر رفايت. اسمع فاكر بيتر رفايت؟ طبعا. ده كنت اقول لك حسين السيد ولا نادر السيد؟ لا نادر السيد. نادر السيد. مش حسين السيد. كده تخش بقى تفتح معانا كوره. ايوه ايوه. طب حلو جدا والله. دي معلومه اول مره اعرفها. طب جميل يعني. طب وبره بتشجع مين؟ بره بشجع الريال حبيب مدريد. وبشجع طبعا ليفربول عشان انا بحب صلاح جدا. مش سامع الصوت بيقطع. مش سامع. ما بتحبش؟ بحبش ليفربول. بحب محمد صلاح. بس انا يونايتد. فاليونايتد وليفربول انت فاهم. لا انا بحب ليفربول بصراحه. او اي نادي هيروح له صلاح هبقى بشجعه. وده نقاش انا اوريدي كنت دخلت فيه. وهسالك سؤال جامد جدا دلوقتي بما انك قلتها بنفسك. صلاح جه لعب في الاهلي هتعمل ايه؟ لا ده شفت سؤال بقى لئيم. مش انت قلت اي نادي صلاح هيروح فيه انا هشجعه؟ اصل انا دايما بخش في النقاش ده مع اصحابي. انا ليا اصحاب كتير قوي بيقولوا لي كده. احنا ورا صلاح. انت عايز ايه؟ فانا لو انت اهلاوي اقول لك طيب يا معلم لو صلاح راح لعب في الزمالك هتشجع الزمالك؟ هشجع الزمالك طبعا عشان انت زملكاوي. بس صلاح بس لو لعب في الاهلي اكيد مش هشجع الاهلي خلاص. ليه ده صلاح؟ ما هو بس خلاص كده انتهى بالنسبه لي. من الاخر طبعا انا بحب الاهلي جدا وبحترم النادي جدا وبس هي المنافسه الشريفه اللي انت عارفها يعني. دي حاجه جميله جدا. وانت طول عمرك محترم يعني. دي برضو حته انا جاي لها حالا بقى. محمد يحيى من الملحنين القليلين قوي مش بتوع صداع خالص ولا بتوع نوش. ولا عمرك تسمع ان محمد يحيى اتخانق مع المطربة الفلانية عشان اللحن اللي مش عارف مين وبتاع. انت دايما في حالك كده دايما
مع نفسك؟ بص انا ما بحبش فعلا الحاجات اللي فيها مشاكل او فيها اختلاف. يعني انا لما بختلف مع حد بختفي، ده اقصى حاجه ممكن اعملها، الا لو حد تعدى الحدود، ودي الحمد لله ما حصلت ليش خالص طول ما انا شغال في المزيكا، لان انا ده ببقى على مسافه كويسه من كل الناس باحترام وباحترافيه، وما بدخلش نفسي في الجانب ان يبقى في مشاكل يعني. ولو ان كان في حاجات حصلت كده، بس يعني انا اخترت ان انا ما اخشش في مشاكل يعني. اه انت دايما مع نفسك، لان انا بشوفها بوب هم حاجه من الاثنين، يا تشتغل يا تعمل شو بالمشاكل. فانا بفضل الشغل احسن من الشو، لان اللي هيفضل لي بعد ما اقعد اسمع الحاجات اللي انا عملتها على مدار السنين، محدش هيفتكر لي مشكله ولا حد هيفتكر لي خلاف، هيفتكروا لي الاغاني اللي انا بعملها. دي وجهه نظري يعني. دي حقيقه. ناس كتير بيقعدوا معاك طبعا وانت بتعمل لقاءات كتير، فمن الطبيعي جدا السؤال بتاع احكي لنا عن بدايتك مع عمرو دياب، احكي لنا. ايوه انا مش عايز السؤال ده والله. بص يعني هنروح له ماشي، واكيد انت هتحب تتكلم عنه. تمام، تعالى نحكي عن بدايتك مع حد عشوائي تماما. تعالى نحكي عن بدايتك مثلا يعني، تعالى يا بوب نحكي عن بداية مع أصالة، مع شيرين، مع يعني هروح لعمر، بس يعني عايزين اغيرها شويه. اساس كلها بتروح سؤال لازم يتسال. طب ما تيجي احكي لك عن بدايتي بجد بقى بره، من حاجه مش هتيجي في بالك خالص. عن بدايتك بجد؟ اه دي ما رغيتش انت فيها كتير يعني على فكره. هقول لك مثلا، اول واحد اشترى مني اغاني في حياتي وبعت له اغاني مثلا اغنيتين، كان مصطفى شوقي. تخيل، مصطفى شوقي ده لسه جاي، اللي هو مصطفى شوقي اللي هو لسه جاي. لسه جاي من سنتين. اللي هي لسه لك عين. ملطشة القلوب. انا مصطفى شوقي مثلا 2002 اتعرفت عليه عن طريق المرحوم سمير زكي، باع لي اغنيتين ليه، واول حاجه ابيعها واخش استوديو واشوف اجهزه وسماعات وحاجه اسمها مهندس صوت وفي حاجه اسمها موزع، كان عن طريق مصطفى شوقي. فدي كانت، انا بعتبر ان دي بدايتي الحقيقيه، ان انا اتحول من هاوي لمحترف، ان انا اعمل حاجه وتتباع ويجي لي فيها فلوس. فدي مثلا دي بدايه ما حدش كان يتوقعها. دي مفاجاه ليا انا كمان. بالزبط. مفاجاه كبيره كمان. عشان انا دايما بيتقال لي ان مصطفى شوقي موجود من زمان، حظه وحش ومش عارف ايه. سمعت حكاوي كتير عنه. طيب كل حد زي حالتك كده بيبقى في حد خده من ايده، عارف انت فاهم قصدي؟ طلعني. فاهم؟ شفت النور بقى. هي خطوات حصلت مع بعض يعني. كان مصطفى شوقي اول واحد اخد منه فلوس اقدر ادفع ايجار المكان اللي انا كنت عايش فيه. لان انا كنت عايش في منشيه البكري في الخليفه المامون، في فيلا زي بانسيون كده، اوضه يعني. اسمها ليها اسم كده، اسمها فيلا الحاجه حلميه. فيلا الحاجه حلميه كنت ساكن فيها، مأجر لسه طالب في الجامعه في كتاب التربيه الموسيقيه، فمأجر اوضه عشان ابقى موجود واروح الكليه وكده. فمصطفى اول فلوس خدتها قدرت ان انا ادفع سنه كامله ما شاء الله. فانا ما ينفعش بقى خلاص، انا بقى عندي مكان قاعد ثابت وعايش فيه. ودي بدايه. في تاني بدايه بعدها لما اتعرفت على الاستاذ وليد توفيق وخد مني 10 اغاني، وبدات اخد برضو يجي لي انكم تاني، يبقى اقدر اتحرك واروح واجي واجيب بقى مثلا فاكر الوكمان بتاع زمان؟ طبعا اجيب وكمان بقى عشان اسجل عليه وشرايط كاسيت، وابدا ان انا الالحان اللي بطلعها دي ارشفها على حاجه يعني. وبعدين البدايه اللي هي بعد كده اللي كانت مهمه بقى وانطلاقتي بجد، وان الناس بقى تقول ده لا في ملحن مختلف وموهوب، كانت عمرو دياب بريحه الحبايب وخليني اشوفك ويدق الباب. مصايب اغاني دول. ما شاء الله الله اكبر. 2003 مصايب. يعني مش اغاني مرت هباء. لا مش اغاني حلوه دي. لا الحمد لله. قنابل. وبعدين كانوا البدايه 3 برضو مره واحده. دي خد بالك ان كان كل اللي بيبدا مع عمرو دياب، يعني انت وانت بتقولهم دلوقتي مش عارف اختار بينهم، بيبدا بتراك. انا بدات ب3، وكان من حسن حظي وانا كنت مفروض هنزل في علم قلبي بقى، بس ما نزلتش في الالبوم، وتشال لي منه اغاني كتيره جدا.
اوكي. يعني تشالي بحبك نفسي اقولها لك وعدها كتير وليالي تغيب عليا ولسه فاك. كل دي اغاني قعدت تتشال 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 لحد ما نزلتش في الالبوم ده، نزلت في اللي بعد. احنا قعدنا قدام بعض حواديت حواديت ما كنتش اعرفها بجد يعني قصص. هنيجي بقى هنا بما انك جبت سيره الهضبه. ايه اللي حصل؟ عرفته ازاي؟ اللقاء اول لقاء ده جه ازاي؟ هتقولي يحيى شايف؟ لا هي يعني هو كان في فتره انا كان عندي الحان بس ما كانش في خيالي دايما ان انا تنفع عمرو دياب خالص. اللي هو في خيالك اللي هو انا لا يمكن اوصل له او ده عمرو او مش لا يعني عمرو من خطوه مؤجله يعني مش دلوقتي اكيد. انا الالحان اللي عندي مش ما تنفعش عمرو دياب. كنت انا مدي لنفسي الطاقه دي في السن ده. بس جيت في يوم كنت قاعد بسمع كده ناس كان في شقه قصادنا كده فقعد مشغلين حاجه لعمرو دياب فقلت يعني انا ليه ما افكرش ان انا اعمل حاجه لعمرو دياب. وبالفعل بقى استنيته قدام الاستوديو فترة طويلة قوي لحد ما نزل. قلت له انا ملحن جديد عامل حاجات وهعمل لك حاجة عايزك تسمعها. سمعتها له وعجبته. قال لي طب تعالى لي الاستوديو الاسبوع اللي جاي معاك تليفون. قلت له لا مش معايا، ما كانش معايا موبايل في الفترة دي. قال لي طب تعالى لي. جيت الاسبوع اللي بعده تعبت، قعدت مثلا 5 شهور على ما عرفت اوصل له تاني لحد ما رحت له الاستوديو. كان ساعتها بيشغل مع حميد الشاعري فافتكرني فقعدنا فسمعته فبدا يعرفني بقى كملحن في ام ساوند. في ام ساوند ومن هنا بقى بدات العلاقه وبدات ان هو يبقى على كونتاكت بيا ويبقى انا جوه الحكايه ومن فتره عمرو دياب ليل نهاري وانا خدت بقى الانطلاقه بتاعتي واستغليت بقى نجاح مع عمرو دياب ان انا اشتغل بقى مع كل الناس. اشتغلت مع سميره واشتغلت مع شيرين واشتغلت اغاني افلام وعملت حاجات كتيره واشتغلت مع كلهم يعني الحمد لله. دي حقيقه. هو دايما بيقولوا كده، بيقول يعني اللي انا دايما اسمعه يعني يقول لك لما بتشتغل مع عمرو بتلاقي كله بيجري عليك. هو بص دي طبعا حقيقه طبعا. يعني عمرو دياب ايقونه في النجاح وهو شخص دايما بيصدر لك طاقه النجاح. هو بيقدر الشغل والعمل قوي. فهو لما بيبقى انت شاطر واللي قدامك مآمن بموهبتك وبتنجح فطبيعي الناس التانية بتبص عليك كحد في المجال وانك ملحن جديد وطالع وموهوب عامل حاجة مختلفة. فالدنيا اتفتحت طبعا بعده فتحة كويسة. بس هي الفكرة لو كان الواحد مش جاهز للفترة دي ما كانش عمل كل الحاجات. يعني انا كنت بشتغل كتير قوي. كنت دخلت عليه وقلت له انا عندي حاجة عايز اسمعها لك ورحت مسمعه حاجة اي حاجة اي كلام كانت خلاص ما كنتش خلاص. كل ده حصل بالظبط. حلوة جميل جدا. طيب ولو جيت قلت لك مثلا انت ما شاء الله انت من 2002 2003 في الحته دي احنا دلوقتي انت يعني خلاص انت السنه دي انت بتحتفل اكيد ب 20 سنه الحان 2002 يعني 20 سنه 20 سنه بتلحن بالظبط. ما اشتغلتش مع مين؟ عايز مين مثلا؟ طموحك ايه؟ نفسك في مين؟ عايز انا يا ابن الايه صوته يا نفسي فاهم قصدي؟ فاهم انت في حد نفسك شايف نفسك راكب معاه او راكب معاها وما حصلش لسه نصيب؟ هقول لك على حاجه غريبه جدا يمكن اول مره اقولها لك. عمري ما فكرت بالطريقه دي خالص والله ان انا نفسي في حد. يعني شوف والله يا اب 20 سنه بشتغل وبعمل اغاني. هو بان من قصتك عن عمرو وانت قلت سؤال غريب جدا يعني فعلا. انا عمري ما فكرت ان انا نفسي في حد يغني لي. بس ممكن اللي بيحصل لي دلوقتي ان انا نفسي في صوت جديد مختلف يبقى جديد على وداني. فاهم قصدي؟ اللي هو شبعت
مش عايز اقولها كده عشان هي بايخه. لا مش شبعت بس عارف اللي هو يعني نفسي في خامه صوت جديده. يعني خامه صوت انا احس ناحيتها بحاجه. خامه صوت تديك ايه؟ خامه صوت تديك سعاده في صوتها، تديك كآبه في صوتها، وكآبه بالمعنى الحلو يعني، مش احنا بنحب كده احنا كمصريين او العرب بنموت في تقطيع الشرايين. خامه صوت تديك ايه؟ توصل لك ايه؟ خامه صوت تديني برواز حلو للوحه اللي انا هرسمها في المزيكا. يعني انا لما بعمل لحن كويس ويجي مطرب ياخده يغنيه بطريقه ما تبسطنيش ببقى متضايق. فاهم؟ طبعا. فنفسي الاقي حد اقول له مثلا جمله ابص الاقيه الجمله دي اللحن ده بقى طالع منه كده يشحنك طاقه ويخليك تحس تقول الله ده صوت حلو. بعيدا عن بقى يحزنك يفرحك يدخلك في مود، لان هو الصوت الحلو بيبقى في كل الحاجه حلو. دي حقيقه. واحنا مؤخرا بقالنا كتير قوي الحته دي تحس ان معمول فيها هولد، ناشفه خالص. وخد بالك الاصوات اللي بتطلع بتبقى كوبي الحاجات للاسف. يعني تلاقي الصوت اللي طلع هو يقولك اه صوته حلو بس ده فيه من كذا، وده في من كذا، ده صوته عامل ده، وده شبه محمد فؤاد، وده شبه مش عارف، ودي شبه شيرين، وده مش عارف شيرين. نفسي بقى في خامه احنا لما نسمعها مش شبه حد، مش شبه حد خالص. هي دي اللي نفسي فيها. حلو جدا. اجابه عجبتني جدا كمان. يعني اجابه مقنعه مش اجابه سد خانه. والله ده بجد، ده لا هي مقنعه. انت بقالك شويه في الكهف بتاعك لو تسمح لي اللي انا اقولها. تمام. انت في كهف كده بتطلع الحان، بتشتغل. موجود محمد يحيى، مش محمد يحيى بالبلدي كده لا يمكن تتقال، عشان انت ما شاء الله الله اكبر موهبتك فزه يعني. محمد يحيى ما تردمش، محمد يحيى بيعمل حاجه. احنا قبل اللقاء دردشنا مع بعض شويه. تمام. فانت وضحت لي شويه حاجات كده واتبسطت من قلبي من جوه وانت بتحكي. انا يعني عايز اعرف يحيى كان بيعمل ايه؟ انت موجود، الحانك موجوده، اغانيك لسه بتنزل طول الوقت، ولسه شغال مع الهضبه اهو، لسه قريب الدنيا شغاله. تمام. بس المصنع مش زي الاول. ليه؟ بتعمل ايه؟ طيب انا هفهمك او هقول لك حاجه يمكن انت يعني هتفهمني فيها وانا بقولها لك. انا شخص شويه بحب العزلة. مش معنى ذلك اني مش اجتماعي، لا بحب الناس وبخرج وعندي اصحاب وكل حاجة، بس انا يعني من كتر ما الواحد بيقعد في اوضة زي دي كتير مثلا، فتلاقي نفسك شخصيتك خلاص بتحب تبقى قاعد هادي، قاعد في مكانك في مودك. طيب ده بيخليني مثلا اركز بقى في اللي انا عايز اعمله وفي شغلي. انا باختصار بسيط مش عايز اضخم لك الحاجات، انا شخص بيحب المذاكرة قوي، ومؤمن ان اي انسان عشان يتطور ويختلف لازم يذاكر. انت لو عايز تجيب عربيه كويسه فلازم تخش تذاكرها، وايه احسن نوع، ودي بتعطل من ايه، واعطلها ايه، والحاجات والفلوس بكام بالظبط. ايوه. فلو انت بقى ما ذاكرتش في شغلك، انا بشوف ان الشخص اللي ما بيذاكرش في شغله هو بالظبط اعتمد على حاجه ووقف عند حته. لا، انا الفتره اللي فاتت كلها بوب انا قعدت اذاكر. اذاكر ايه؟ اذاكر مزيكا، اتعلم بيس جيتار، اذاكر جيتار، اتعلم حاجه اسمها ساوند ديزاين، ان انا اطلع اصوات انا اللي عاملها، اتعلم سوفت وير توزيع، افهم في الاجهزه، افهم في هندسه الصوت، اذاكر علم الفريكوانسي في الاغاني، ايه الهارموني اللي الناس بتحبه بره، ايه الهارموني اللي بيعمل سعاده، ايه الهارموني اللي يخليك حزين. حاجات بقى بالعلم وبالدراسة، مش حاجات واحد مثلا بيقول كلامه خلاص عشان طالع في برنامج فاقعد اقول لك انا بعمل. لا، حاجات انا قعدت ذاكرتها على مدار مثلا من الثورة. يعني بدأت في الثورة بدأت والناس مركزة مع الثورة والطاقة، انا قلت هقعد اذاكر. يالك 11 سنة بالظبط. فالمذاكرة دي فادتني في ايه؟ ان انا النهاردة بقيت اقدر اعمل بروجكت من الاول للاخر برؤية بفكر. ده شق وهنتكلم فيه بعدين هطوره ازاي في الحتة اللي انا عايز يعني افكر بقى as a music producer مش ملحن. كنت
كنت لسه هقول كده بالظبط. انت ما ينفعش خلاص اجي اقول لك ده الملحن محمد يحيى. لا هي الملحن طبعا انا بحترمها ده الاساس، بس انت النهارده لو عايز تشتغل في 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 شغلك لازم تبقى فاهم التولز بتاعتك عامله ازاي. وهم بره كده، هم بره الراجل اللي بيعمل الغنوه ده بيبقى فاهم في حاجات كتيره قوي بره، فكره انه يمسك جيتار وكوردين ويطلع لحن. فده انا اللي اجتهدت فيه وعملته طول الفتره اللي فاتت جنب شغلي الفتره اللي فاتت. مش هقول لك بقى بدرس السوق وبشوف السوق والدنيا، لا قاعد بتابع، بس برضه بحاول ان انا مخرجش من الحتة اللي ما حبها، لان كل واحد ربنا خلقه عنده ملكة في شخصيته وفي ألحانه بيطلعها للناس بتأثر فيهم. يعني النهاردة مثلا لما بروح احضر حفلة لعمرو دياب مثلا وبجد بيبقى واقف جمهور ناس كثيرة جدا، وبص يا ناس خلينا ننبسط يا نايا لا، وبشوف الناس عمالة تغني اللحن بتتابع الألحان اللي الواحد عاملها بهتفية، فده بيخليني انا جوايا لا الواحد فعلا ما جاش الحياه عشان بيعمل الشغلانه دي عشان يكسب منها. يعني مش الغرض منها غرض مادي قد ما انت بتاثر في ناس، بتديهم سعاده، ناس بيحبوا الحانك، فانت لازم تتطور ولازم تكبر من نفسك ولازم تفكر بطريقه تانية. حاجات كتيره طول الفتره اللي فاتت كنت شغال عليها. طبعا جنب ده حط ان السوق نفسه مش مساعد بسبب لخبطة كتيرة وبسبب ان الصناعة بقت سهلة، بقى اي حد ممكن على الموبايل، ممكن اعمل لك اغنية على الموبايل دلوقتي وانزلها لك. فاللي هيميز الفترة اللي جاية هي المذاكرة والعلم، لان طبعا انت شايف الحياة كلها رايحة ناحية العلم بقى والذكاء الاصطناعي، وانك الدنيا بتتغير وممكن الموبايل ده تدخله كلامه وتقول له طلع لي نحل لحن فيطلع لك لحن. لسه شايفها من يومين، شايف اغنية كاملة تصوير بلحن بمزيكا بكل حاجة معمولة بالذكاء الاصطناعي. فانت لازم بقى تخش جوه القصة دي. فده اللي كنت بعمله باختصار، وانا طولت عليك. لا خلاص انت طولتش عليها، ده كلام جميل جدا، كلام يعني احب اسمعه جدا. طب المزيكا اتطورت تمام، دخلنا كده في هوجة من الشعبي للمهرجانات تكي 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 تكي، وبعد كده دلوقتي في بقى حتة الراب والتراب، شاطح كده، شاطح شاطحة. هو مش شاطح بقى، ما هو برضو الناس بتفكر في الموضوع ده بطريقة شوية مش فاهمة، او مش عايز اقول مش فاهمة طبعا الناس. لا عادي قولها عادي، بس هو الراب موجود طول عمره، موجود من زمان على فكرة، وناجح في كل وقته في العالم، مش بتكلم علينا في مصر، وفي مصر نجح، وفي مصر احمد مكي بالنسبه لي يعني هو الالفا بتاع او ام تي ام، بس احمد مكي هو اللي انا بشوف ان هو الرابر اللي بجد، يعني مع احترامي طبعا للناس الثانيه، بس راجل هو فاهم يعني ايه راب. هو راب يعني رص كلام بمعنى حلو بالصياعه، سوري يعني في الكلمه في الكلام. فهو طول عمر الراب موجود، بس هو الجيل اللي طالع ده هو غيرنا شويه. يعني خلينا اقول لك مثلا ان انا قعدت معاهم، ففي حاجات مثلا في الاغاني بتاعتهم انا ما ببقاش فاهمها، ما كنتش فاهمها. حاجات ايه؟ في الكلام، في السجع ولا في الكلام؟ يعني هو بيقول جمله كامله من اولها لاخرها انت مش فاهم معناها، وتيجي تقول يعني ايه. فلما قعدت معاهم قلت لهم هو ده انتوا اللخبطه دي ما فيش كده، فحد منهم قال لي لا احنا بنبقى قاصدينك تقول يعني ايه. اوكي انت فاهم؟ فده سين بينهم كده، انا هكتب حته انت ما تفهمهاش عشان اشغل لك دماغك. فهو انترتينمنت زيه زي الاغاني العاديه. فانا شايف ان خلاص الدنيا انفتحت شويه في مصر، بقى في كل الالوان باختلاف الثقافات اللي عندنا في مصر. هتلاقي واحد مثقف بيقرا، واحد تاني سوري يعني جاهل، واحد تاني مش عارف ايه، فلازم الاذواق كلها تبقى ماشيه، ده بيسمع كذا وده بيسمع كذا وده بيسمع كذا، عادي ايه المشكله. طب بس بيتهموك انتوا بقى، بيتهموا بقى دايما، بتقعد مع الناس يقول لك ما هو مفيش الحان، ما هو المزيكا دي خلاص ماتت، ما هو مش عارف ايه، هو اللي جاي السكه دي. لا خالص، مين قال كده؟ العكس، هو يعني مع احترامي طبعا لاغاني الراب وانها ناجحه، بس برضو يزال الميلودي هو سيد الموقف. انت عندك في كاس العالم الاغاني اللي معموله في حاجات فيها راب، بس الحاجات اللي فيها ميلودي هي اللي نجحت.
فاهم قصدي؟ فاهمه كويس قوي. لا الميلودي طبعا هيفضل موجود للابد لان دي طبيعه بشريه. انت لو صوتك مش حلو وانت بتاخد شاور بتدندن اساسا بتقعد تقول حاجات فدي ملهاش علاقه. مش هتعرف مش هتعرف تراب مش هتعرف تقول راب يعني مش هتعرف تراب لازم هتدندن حاجه. بس انت تتطور بقى في شكل المزيكا يعني ممكن يبقى ميلودي مع معمول بمزيكا مختلفه معمول بحاجه جديده معمول بفكره ب ب ب ب بس انا ضد تماما فكره ان انا قنن نوع على نوع. مفيش حاجه اسمها كده لان الدنيا مفتوحه. انت النهارده مزاجك تلبس بدله بكره انت عايز تلبس جينز خلاص براحتك اسمع اللي انت عايزه واللي هيحكم في الاخر ذوق الناس. وانت بتسمع ده كله طبعا؟ بسمع كله عارف بقى ايه او برازيلي واسمر انا نانا نقى لا 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 بتعلق الحاجات دي فاهم الحاجات دي يعني انت عارف انا كيف راب وبحب كل انواع المزيكا يعني. انت مكتبه حبيب للذين من زمان حبيبي بس في انا برضو زيك يعني ما طبيعي يعني. طب انت ايه اخر حاجه سمعها الايام دي لفت انتباهك عالميا بقى عالميا؟ هي تراك اللي طاغي على العالم كله كام داون. كام داون جامد قوي جدا. وفي ميلودي بقى طبعا في ميلودي. هو ده بقى راب بس في ميلودي بالظبط كده. هنحطه تحت بند الحاجات هنعتبره من عائلة الراب. من عائلة الراب بس في ميل هو الميل دي هو الموضوع يعني مثلا اغنية زي 3 دقايق كسرت الدنيا عشان فيها ميل دي كسرت الدنيا لدرجة يعني ابو صديق يعني كسرت الدنيا لدرجة انا بقيتش طايقها. ايوه لا انا بحبها بصراحة. لا انا بحبها انا بقول وقتها من كتر ما بتسمعها في كل حتة والصفاره ياه والكلام ده كله بالزبط. يا جدعان ارحمونا ارحمونا في اغاني غير 3 دقايق على فكره بس لا انا بحبها جدا جدا جدا, جداً. واغنيه اول ما تشغلها كده بيبقى فيها بهجه بقى طاقه جدا 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 عشان الهارموني بتاعها هارموني بتتابعه معين. دي برده من ضمن الحاجات اللي بقول لك عليها كده ان الهارموني بيفرق وفي هارموني يدخلك في طاقه معينه وفي فريكوانسي احط لك فريكوانسي معينة عشان تبقى مبسوط وفريكوانسي تانية تبقى متضايق يعني هو علم شوية بجد. والله احنا هنروح للحتة دي لما اخطف لك الجيتار اللي ورايا ده ماشي. هنلعب مع بعض ماشي. بس انا دايما في القعدة دي كده بحب العب لعب كده بتبقى لعبة عشوائية يعني. عادة بلعبها متأخر شوية في اللقاء بس هي ما اعرفش انا حسيت ان هي وقتها دلوقتي. انا هقول لك خمس اسامي وربنا اللي عالم يعني اربعه منهم على الاقل عشوائيين انا مش مفكر فيهم واسم واحد بس انا يمكن اللي مفكر فيه. الاربعه التانيين عشوائيين جدا هم هيجوا في دماغي وانا هقولهم. تمام. عايز منك تعليق على الاسم على فن صاحب الاسم وبتاع مش عارف ايه ورساله منك ليه. اوكي هي عشوائيه جدا بجد يعني. حمو بيكا. رساله مني لحمو بيكا. انت شخص ذكي جدا يعني ما اقدرش اقوله غير كده بصراحه. اوكي انت شخص ذكي جدا عارف يعمل براند لنفسه حلو ايا كان بقى هو عمله ازاي جا جميل. رساله بقى في المزيكا تفيده او تنصحه ما مش عارف مش هتعرف مش عارف. مين تاني يا ابي صالح؟ مين تاني يا ابي صالح؟ حسين الجسمي ذكي برضو ان هو عارف يخلي المصريين يحبوه ويعتبروه هو واحد منهم. ورسالتي ليه يدور على افكار جديده في 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 الاغاني المصريه يعني. طبعا هو ايمن عامل له طبطبه جامده جدا وهو 6 الصبح حاجات جامده بس انا مش عارف ليه احساسي ان هو محتاج بقى يكسر المود شويه بحاجه
وانا بحب اللعبه دي قوي. الخامس لكن نعملها زي بقى حبيبنا بتاع الكوره. الخامس لكن بعد الفاصل. الاسم الخامس أبدأ. الاسم الخامس بقى بنعمل له حاجات استثنائيه. ماشي. يعني الاسم الخامس هت نفس النظام. أوكي. رساله ودنيا وبتاع مش عارف ايه وعايز قصه لازم ماليش فيه. ماشي. الاسم الخامس عمرو مصطفى. اقول لك على حاجه وانا جاي بكلم عمرو بقول له انا راح ليحيى. عمرو بيقول لي على التليفون بيقول لي ده حبيبي ده حبيبي فاهم. فيعني وبيقولها انا بحب عمرو جدا كشخص يعني. ويعني سافرنا مع بعض سفريه السعوديه. لا رهيب بصراحه رهيب. احكي لي كوميدي كده اديني قصه كده دي. لا هو عمرو قصص بس هو طيب جدا وفنان جدا وانا والله بجد بوب وحياه ولادي يعني بحبه فعلا مش بقول كلامه وخلاص. هو ابن لذينة اوفر بقى في حاجات يعني مثلا مره كنا بنتكلم على الواتساب فبقول له كنا عايزين نتقابل عند ايمن بهجة قمر وبتاع فقال لي بقول لك ايه ما تيجي نروح لايمن بالليل وبتاع. قلت له ماشي يا عمرو بس انا ايه كان عندي ساعتها مغص كلوي وحصوه كده في الكلى يعني فبقول له رايح بقى هعمل الحاجات والسونار والحاجات دي وبتاع. قال لي انا ممكن اديك كليتي. انا ممكن اتبرع لك بكليتي. طبعا انت عارف ان ده مش اي حاجه. طبعا يعني ده اكتر حاجه اوفر. هو ابن لذينة شخص رهيب يعني. هو قال لك كده فعلا. قال لي عندي فويس نوت. انا ممكن اديك كليتي. ممكن اديك كليتي ويبقى اول ملحن اتبرع الملحن تاني بكليته. يعني خلي بالك. بس انت لو خدت كليه عمرو هيبقى عندك. لا انا بحب عمرو قوي. عايز تقول له ايه؟ عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له نتقابل ونقعد ونسمع مزيكا من بعض وممكن نشتغل مع بعض ليه لا زي ما بره بيعملوا يعني كصحاب بقى مش ك الله. مش كمنافس يعني. الله بجد بقى الله. انا بتخيل وبحب الحانه جدا. بحب الحانه جدا وهو طبعا يعني طيبة قلبه دي لمستها في السفر جدا. الناس اللي يمثل الطيبة بتبان. انا ماليش في الناس دي خالص. اكيد مليون في المية ماليش يعني فيهم خالص. بس رغم ان دول كتير قوي. قوي. وفي مجالك كتير جدا. جدا. الله يكون في عونك بجد. الله يكون في عونك. حلو قوي. طب لعبة الاسامي بقى. تعال نلعب لعبة اسامي. انت اشتغلت معاها كتير. اسامي كتير. اصل انا بحب لك اغاني كتير وبحب هتعب معاك. يعني انت مثلا اشتغلت مع حد انا بعشقه مش بحبه بعشقه. تامر عاشور. بحب تامر عاشور جدا. هو ملحن برضو تامر في الاساس يعني. تامر فنان وصوته مختلف ومميز وعملنا مع بعض اغنيتين ونجحوا الحمد لله. الحمد لله. وتامر طبعا هو خد لون معين ونجح فيه ومكمل فيه. خد هو كيف اللون الكئيب. لا مش كئيب. هو خد اللون اللي فيه مشاعر وفيه احساس وخامد صوته. تامر عنده باور يعني. تامر من الناس اللي عندهم باور في الغنى. انا بحب الناس اللي عندهم باور. ما بحبش بيسموها النحنحة. عارف النحنحة دي اللي هي دول برضو في منهم شوية حلوين دول يعني مش عارف. هو تامر عنده الحتة دي. عنده احساس بجد. عنده احساس بجد بس هو كيف الحتة اللي هي تقطيع الشرايين دي. تقطيع الشرايين. ونجح جدا فيها. ناس كتير حاولت تقطع شرايين زيه مش عارفة تقطع شرايين. مش مصدقينها منهم. مين تاني في كتير قوي. في كتير قوي. كان في بروجكت فترة يعني حلوة كده مع نادر ابو الليف برضو. نادر انتجنا له انا وايمن وطوما البومين. اول البوم كسرنا الدنيا معاه ببينج بونج بقى والستات والحاجات دي. وعملنا تاني البوم وبعد كده ما توفقناش بقى وخلاص وفسخنا بس تجربة كانت حلوة بصراحة لان التجربة كانت مختلفة وكانت فكرة ان احنا ننتج ونخش بقى كمنتجين كانت حلوة في الوقت ده. يعني انت حبيت فكرة طبعا جدا الانتاج دي. كانت مجنونة وحلوة ونجحت.
انت هتكررها تاني؟ عايز تنتج تاني؟ هنتج بس مش بالطريقه التقليديه شويه يعني. هبقى بشتغل على قد امكانياتي، لان انا يعني ما اقدرش اسمي نفسي منتج. انا ممكن اقول على نفسي واحد في الصناعه بيفهم في صناعه الاغنيه، حابب يطلع اصوات جديده ويدعمها من خلال اغاني حلوه بانتاجات بسيطة، ممكن ربنا يكرم وتنجح فالموضوع يكبر معايا. ده الفكرة اللي انا شغال عليها، ولكن مش المنتج بقى ولا الحقيقة بتبقى جامدة قوي برضو. افيه افيه المنتج محمد يحيى. لا لا برنس يعني. لا لا لا. بس انا اللي عجبني في كلامك من شوية هي حتة ان انت عايز تنقل لحتة البروديوسر دي، ودي حتة حابب اتكلم معاك فيها اكتر. تمام. ان انت ماشي، مش هنقول ان انت يعني اتأثرت بالفكر الغربي، لكن هي فكرة ناقصة الماركت ده قوي. يعني الملحنين هم كلهم اصحابك واصحابي ونعرفهم كلهم، فالملحن هو ملحن تمام، والموزع هو موزع تمام، والشعر هو شعر تمام، وهي خلصان عليك، ومهندس الصوت هو مهندس الصوت تمام. انت نوعا ما عايز تعمل كومبو. اوكي. عايز تجمع ده. اوكي. طب ما انت ملحن وشاطر في الحته دي، ليه بتفتح على نفسك فتحه؟ ليه عايز تبقى اللي هي بروديوسر، اللي هي عارف اللي هي بروديوسد باي، زي مثلا هم خد بالك هم نادر خياط اللي هو راد وان. اوكي. زي راد وان كده. راد وان بي بي بيلحن بيوزع بكل حاجه تمام على مستوى العالمي يعني، واشتغل كام حاجه كده برضو في الوطن العربي تمام. فاحنا ممكن نقول شويه كده ماشي، بس هما مش بعاد عن بعض. هو ما ينفعش نفصلهم عن بعض. ليه ما ينفعش نفصلهم عن بعض؟ لان انا وانا قاعد بعمل اغنية، لو انا بفهم ان انا اطلع من الاجهزة دي صوت واقدر اكمل ما بعد اللحن، ان انا اوزع واقدر بعد ما اوزع واخلص اجيب ناس واخد رأيها تقول لي حلو، يبقى انا اكيد ماشي على الطريق الصح. بعيدا بقى عن بروديوسر او مش بروديوسر، انا بحاول ان انا اعمل حاجة انا حاببها. يعني انا مش بعملها بنية ان انا لا، انا ده بحبه. زي بالظبط ما خدت قرار مثلا ان اتعلم بيس جيتار، هل انا في شغلي هروح اسجل بيس في الاستوديو؟ اكيد لا. لا، بس انا اكتشفت ان مثلا آلة زي البيس جيتار دي بتخرج الاسترس مثلا، وبتدخلك في مود حلو، انك مثلا تسمع اغنيه زي بايلاموس مثلا بتاعت طبعا انيكي، فتشغلها فتسمع البيز بتاعها بيقول ايه، فتبدا تعزفه، فتبدا تغير انت. فهنا انت بدات تخش بقى من مرحله انك انت بتقلد حاجه لان انت بتكريت حاجه بتاعتك. فكل ده في نفس الوي، في نفس المجال يعني، بالظبط زي الابديت بتاع مثلا مساعد المخرج. هو شويه كان مساعد مخرج، وبعد كده بقى مخرج، وبعد كده اكتشف في نفسه ان هو بيمثل كويس فمثل. طب ما احمد مكي بدا مخرج وفي الاخر بقى ايه؟ بتعرف تعمل حاجه كويس اعملها والناس هي اللي تقيمك. ده ملخص الحكايه بالنسبه لي. حلو قوي. وعند ملخص الحكايه انت بقى التجربه اللي انت بتتكلم عليها دي بتوصل في الاخر لمنتج فاينل برودكت يعني. تمام. هل محمد يحيى وانا قاعد قدامه دلوقتي وصل لمنتج، راح لحد بالشكل والفكر اللي انت بتتكلم عليه ده واشتراه؟ مش اشتراه كده، اشترى الفكر. ما بعملوش واعرضه للبيع. يعني ده اللي انا بعمله، ما بعملوش واعرضه للبيع. ليه؟ لان انا يعني مش بماركت لنفسي ان انا الحن واوزع. ما هي دي الفكره اللي انا عايز اوصلها لك. انا بعمل حاجات تبسطني في المزيكا. يعني انا هقعد دلوقتي مثلا هعمل اغنيه لسين من الناس ماشي، فانا عارف هيبقى شكلها عامل ازاي من قبل ما اعملها، لان انت شويه بتفكر باللي جمهوره بيحبه او باللي المطرب نفسه بيحبه. انما لو جيت قلت لك انا هعمل حاجه لمزاجي انا خالص فهتجنن. صح. متعتي بالجنان اللي انا بعمله ده هو الحاجه اللي بتحركني ان انا اعمل حاجه. فبناء عليه لما باجي افكر ما بفكرش بالطريقه. يعني مثلا انا مثلا في اغنيه عاملها مع مطرب جديد اسمه عمر حفظي، ده على فكره بيغني مهرجانات وصوته عجبني، عملت له اغنيه هي كلامي ولحني وتوزيع، والمفروض دي خلصناها.
وجا غنى هنا وسجلنا وعملت البيت وطلعت الاصوات وخلصت كل حاجه وعملت الايديت وعملت كل حاجه من الاول للاخر، هل وانا بعملها كنت متارجت بيها حاجه؟ لا، انا عملتها وبعد كده قعدت فكرت طب ما اجيب ده يغني معايا، طب ما نعمل فكره مختلفه. هو ده اللي انا بحب اعمله، ده انا لكيفك لمزاجي مش والله بقى جه حد قال لي انا عاجبني الحاجات والافكار اللي انت بتعملها، تعالى نتجنن مع بعض ونعمل حاجه، يلا نقعد هنا ونشغل مزيكا ونقعد نطلع ونركب حاجات ونفكر في افكار كلام مختلفه ونطلع. يعني انت ما بتعملش، عشان الناس اللي بتتفرج برضو في سوقنا ده، في حاجه اسمها ديمو. يعني ايه ديمو؟ يعني الاغنيه اللي بتروح للمطرب يسمع الكلمات واللحن شكل كده. لا، بعمل ديموهات لنفسي كتير. يعني انت اللي بتعمل الديمو كتير دلوقتي؟ كتير كتير. ما بتروحش للموزع تقول له اعمل لي الشكل الفلاني؟ في منهم ولا خلاص؟ ما لا، يعني ما يعني الحاجات اللي بعملها ديمو ما بوصلش للمرحله ان المطرب تعجبه، يعني عشان يكرر اسمع دي انا عاملها لك. لا، يعني مثلا فهمك، انا لما باجي اعمل ديمو بعمل حدود الديمو، يعني اللي هو الشكل البسيط قوي اللي اسمع بيه كويس. عظم. ايوه بالظبط، يعني ما ببنيش البنى الكامل. طب حلو قوي الحته دي، تمام زي الفل، فهمت الدنيا وفهمت الديمو وما تديموش والحاجات دي كلها. انت واحنا قاعدين كده مرتين تقولها، تقول ان اللي انت قعدت تذاكره تقدر من خلاله تفرحني تهبطني كل حاجه. اوكي. ده يعني انا مش عايز اخش علمي قوي، بس ده يعني انا اقول لك انا بالبلدي، انا كمانجا خلاص. اوكي. انا عارف ان في حزن رغم ان الكمانجا ممكن تفرحني. تمام. جيتار بحر، عارف انت الحاجات دي. انت بقى خدت ده عملت بيه يعني، او انت يعني؟ لا، هو مذاكرة يعني انا في حاجات يعني عايز نقعد فيها قاعدة واشرحها لك بقعدة طويلة، بس هي ملخصها هارموني معين. انت بتبقى عارف ان الهارموني ده بيدي سعادة، الهارموني ده بيدي حزن، الهارموني ده بيدي غمقان قوي، فانت بتلعب في الهارموني بتاع المزيكا اللي اوريدي اتعمل منه حاجات كتيرة راحت في النطاق ده. فاهم؟ لان احنا المزيكا هم 7 نوت ما بيتغيروش، بنجيبهم كده مرة وبنجيبهم كده مرة وبنجيبهم كده مرة، بس هو الهارموني بقى ده الحتة كبيرة قوي واسعة يعني. بحر. بحر. أول مرة أعرف المعلومة دي. لا خالص، معروفة جدا. لا أنا مش يعني، أنا عارف إن أنت من خلال الهارموني يعني مثلا أغنية بتاعت المراية مثلا بتاعت شيرين مثلا، هتعمل إيه لو نمت وصحيت بصيت وشفت نفسك في المراية؟ هتعمل جواك سؤال تصرخ تقول أنا مين؟ أنا مين؟ أنا زي ما أنا ولا اتقسمت تنين؟ وبعدين هو الهارموني ده يديك المود ده في اللحن. يعني الهارموني هو ده يديك المود ده. ممكن تغيره؟ طبعا، ما هي ده احتمالات كتيره. لا دي عايزه بقى قاعده. ما ممكن يعني، هي رغم ان كلامها في الحته يعني ممكن موزع يوزع اغنيه بطريقه وموزع تاني طبعا يوزع. دي احنا عارفينها، دي عارفينها، ودي انا حظي حلو، اخويا الكبير طارق مدكور من ابطال العالم في الحته دي. طبعا اغنيه تروح له، او انا حضرت ده، اغنيه ممكن تبقى رايحه له سلو ياخدها تبقى مقسوم بالظبط، تبقى بتجنن. انا اللي هو انا سامعها وحبيبها كده. صح، كتير كتير بتحصل كتير. يعني عمرو مثلا انا ياما سمعته اغاني هاديه ويقلبها هاوس مثلا، سمعته اغاني مقسوم يقلبها هاوس. فعلى حسب هو اللحن يديك مود مزيكا عامل ازاي. طب انا عايز اخطف الجيتار. حلو قوي، انت لسه قايل حاجه، انت اديتني مساحه. اديني حاجه انت سمعتها لعمرو بشكل وطلعت بشكل.
فاهم قصدي؟ خلاص انت في طاقه خلاص بقيت فرحان هي دي اللي انا عايزها يعني هو اسمعها كده اه ويعني هي راحت شويه برضو زي ما انت بالجيتار اللي فيها سبانيش وفيها طاقه بس انا كان الفكره كانت ان انا اسمع منك حاجه هي اتغيرت انت فاهم قصدي صح يعني يعني انا رحت لاكس سمعته كذا بالشكل الفلاني وداها للشكل الفلاني يعني دي انا حاسسها زي ما هي جميله وفرحاني وانا بسمعها كده اوكي فاهم قصدي طب انا هسمعك اغنيه يعني قليل الناس ان هم يبقوا عارفين ان انا اللي عاملها يعني وهي حاجه برضو كانت حزينه قوي اللي هي اغنيه بالورقة والقلم خدتني متألم أنا شفت فيك مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم ليه اللي جايلك أجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب انا ما اعرفش كده انا الكلام خدني وبعد كده لقيتك لما مسكت الجيتار كده يعني انت ما شاء الله عارف السحر مدحت فانا حسيتك كده السحر مدحت طب في حاجه دايما بيعملوها في الملحنين وانا يعني زيهم انا بحب اعملها في الملحنين برضو استنى عشان خاطري لحن على الهوا لحن على الهوا؟ اه لحن على الهوا يلا ما بعملهاش الحكايه دي تصدق؟ انا عارف والله العظيم تلات عارف ان انت ما بتعملهاش عشان كده بعملها فيك بس احاول عايز كلمات ومش بالضروره تطلع عايز كلمات اجيب لك كلمات ممكن ايه رايك ممكن بس كده الناس هتفهم ان احنا محضرينه بقى قبلها لا شويتين لا انا احلف لهم بعيالي ماشي ان فعلا كلمات هجيبها لك حالا طب واللحن لو طلع وحش لا ما ينفعش يبقى محمد يحيى ويطلع اللحن وحش انا بطل الشغلانه ما اشتغلهاش وانت تبطل الشغلانه ماشي ماشي اجيب لك كلمات فكره حلوه يلا بينا ايه رايك يلا طيب للناس اللي بتتفرج انا دايما في الحاجات اللي زي دي بيبقى حاضر معايا اخويا وشريكي وحاجات كتير جدا حد انا بعزه قوي 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 الشاعر مصطفى ناصر لا مصطفى جميل هستأذن من مصطفى كوبليه مثلا ايه رايك ناخد بينا. منه كلمات كده يلا بينا ونلعب لعبه كده يلا والله جت في دماغي والله العظيم كده بس خلاص عايزني امسك لك براحتك شوف انت عايز تعمل ايه وانا معاك تعالى نلعب يلا بينا طيب ايه ما عملناه عشان ما عجب وما شفناهوش مره عجبه اهجت خلاص على قهوة انسابت ودع يا قلبي ومنسبه ما
عشان ومعجب وما شفناهوش مره عاجبهم انت خلاص على قهوة السبب تيريري ودع يا قلبي وهنسيبهم وهعلق يافطة عليها واقول ممنوع ندخل كل الناس دول واللي يحبوني على حالي على طول واخدوا واجبهم وعلق يافطة علينا واقول ممنوع غير كل الناس دول واللي يحبوني على حالي على طول يتفضلوا ياخدوا واجبهم. طبعا بص الناس هتقول لك محضرينها يا لهوي. طب والله العظيم ثلاثة وانا عمري ما بستخدم الحلفان ده في حياتي الا في الظروف القصوى وحياة عيالي الاتنين ضاع الطاير ولا شاف ولا يعرف ولا يحس ولا اي حاجة. هو خد الكلمات سحبت تليفون مصطفى حطينا التليفون قدامه مسك الجيتار طلع المصيبة اللي هو طلعها. بص انا بشتغلها كده لا 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 بس انا في العموم بقعد اجربها كذا مره يعني لو جربتها تاني ممكن اظبطها اكتر. انت لو جربتها تاني في ناس كتير هتقعد في البيت. لا. لا, لا, لا 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 هو ده يحيى اللي انا عارفه حبيبي والله بجد هو ده يحيى اللي انا عارفه. انت بس خدتني واحده كده وانا عارف وانت بقى ايه اصل انا ما بشتغلش كده وانا مش عارف وانت فعلا ما بتشتغلش. انا فعلا والله ما بشتغل. دي حقيقه دي حقيقه يعني انا لما بقعد مثلا اعمل غنوه انا بفهم العروض الاول لان هي دي اول نقطه تبقى صعبه للملحن او دي ممكن تبقى نصيحتي لاي ملحن بيشتغل افهم الشعر مقطع الكلام ازاي كعروض وبعد كده احفظه وبعد كده اجرب فيه لا 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 بس يعني ما انت حطيتني في وضع دلوقتي انا مش عارف اتكلم. يعني مثلا عارف الاغنيه بتاعت الفرحه اللي انا فيها دي كلها ترجع لي دي وانا سايق مثلا وانا جنبك راضي ومرتاح لكل ما فيك سبت انا كل الدنيا عشانك وهشاركك حضنك ومكانك وبقول لك يا حبيبي حياتي الفرحه اللي انا فيها دي كلها ترجع ليك وانا جنبك راضي ومرتاح لكل ما فيك سبت انا كل وهشاركك حضنك ومكانك وبقول لك يا حبيبي حياتي انا ملكي. لا بس ما شاء الله ده موهبه فذة. المهم انت مبسوط قوي بس مش مبسوط دي اهم حاجه نص يعني. اهم حاجه الله حلقه جميله شكرا للملحن الجميل. ما تنزلش بقى الاغنيه دي عشان عايزين نبيعها. لا ده انا كنت لسه هقول لك دي لا ومصطفى معانا والله نعمل جو بقى خلاص طبعا. لا دي انا انا فاهم مصطفى انا بقى لك وقتي ده ايه ده يا جماعه ده انا بقول لك انا طب اقول لك انا حاجه اجمل قول الاغنيه دي لو نزلت في الحلقه وانت ونزلناها وعملت جو وعملت جو هتتباع يابا. لا احنا نجيب حد جديد يعملها نجيب حد جديد يعملها انت عايز صوت جديد ووجه صوت جديد يعملها بقى قافش انت على الموضوع ده. لا يعني عارف خليها كده بتلقائيتها بان انا عملتها دلوقتي بان مصطفى معانا فادانا الكلام ففتحنا الموبايل فطلعت ولو الناس حبوها وحسوا انها حلوه نقول عايزين صوت مختلف يغنيها ونعملها. والله انت تبقى جميل تبقى فكره كده جديد والله بجد انت جميل. يلا بينا بجد طول عمرك كده ما شاء الله حبيب. طيب تقليد العبد لله الطبيعي يعني لما يبقى معايا ضيف بعشقه مش بحبه زي حالاتك كده حبيبي ابو واحنا ليله راس السنه و22 دي كانت سكر قوي. ايوه سكر خالص. فهسيب لك الحلقه تختمها هسيب لك رسالتك للناس ل 23 جيتارك وغنيتك
وسلام انا وانت. ماشي. طيب هقول لك على حاجه. ما يعني انا مش هعرف اقول للناس تفائلوا والحاجات دي، فخلينا اقول مثلا ان احنا طبعا خلصنا 3 سنين سواد كورونا، بعد كده دخلنا في الحرب بتاعت اوكرانيا ومش عارف ايه وازمه اقتصاديه عالميه، وازمه اقتصاديه وكل الكلام ده كله. وبعدين هما يعني سنين شويه صعبه كده، فاتمنى ان السنه دي يبقى الطاقه بتاعت كل الناس انها تشتغل. بمعنى ان يعني انا شخصيا بدات افكر يعني حتى من خلال الحاجات مثلا اللي انا بعملها او في شغلي، الشعر اللي انا هشتغل معاهم، يعني خلينا اتكلم على الناس القريبين مني في شغلي، عايز اوجه لهم مثلا رساله ان هم يطلعوا افكار جديده، يطلعوا حاجات مختلفه تبسط الناس، يعملوا حاجات فيها طاقه ايجابيه وحلوه، نرتقي كلنا مع بعض بشكل الاغنيه المصريه ونطلع افكار مختلفه. ده على مستوى الشغل، يعني كل الناس تبقى عايزه ان هو يبقى اجمد واحد، فتلاقي الحكايه كلها عماله بتطلع. يعني على المستوى الاسري مثلا، بتمنى ان يبقى في رحمه ما بين الناس وبعضها جوه البيوت. مش عايز بقى اكبر لك الكلام واضخمه لك واعمله لك اللي هو المتزوق، واتمنى لكم الحاجات. بالعكس، ده كلام جميل. ان شاء الله تبقى سنه كويسه على الناس كلها، وربنا يكتب لنا جميعا كبني ادمين الخير يا رب. ده كل اللي انا اقدر اقوله لك. يعني حلو، جميل جدا من قلبك. بس مش يعني مفهوش مفهوش بقى. لا حبيب قلبي، وانا بحبكم جدا وبشكركم قوي، وانتوا مش عارف ايه، انت الفريون اللي بيجري في عروقي، وانتوا مش عارف ايه. حلو قوي كده. طيب اهو ختام الحلقه. ختام الحلقه بديك بوسه من هنا ومن هنا. ماشي، ختام الحلقه ايه بقى؟ وشوف اللي في ايدك، عيش سعيد، املك هو جديدك، عيش سعيد، يومك هيبقى عيدك، اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد، علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف ارباح، 24 ساعة ليدي او غموعك، يلا بينا هنعمل ايه؟ دم دمتك، بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك، هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد، عيش سعيد، عيش سعيد، عيش سعيد.